خالص المواساة لأسرة الطمار العميل الكرام ولنا جميعا في يعني في وفاة هذا الرجل الكبير أمانة. الكل يشهد بأفضاله ويعني وقفاته الطيبة مع الكل والجميع مع جميع أهل الكويت، كل الناس يعرفون مرزوق الطمار بأفضاله وأعماله الجليلة. لذلك اليوم نواسي أنفسنا ونواسي جميع ونعزي جميع أهل الكويت بهذا الفقيد الكبير، تمنى من الله العلي القدير في هذه الليالي المباركة أن يتغمد بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته.